معنا الصحفي والكاتب أنور إبراهيم من التجري بأثيوبيا. أستاذ أنور مساء الخير، كيف ترى ما يقال بالفعل من أن ما يجرى في التجري وفي غيرها هي من الأسباب التي تدفع أبي أحمد إلى التشدد في الموقف من سد النهضة؟ نعم، أولا أنا في أدي سبب وليس بتجراه، يعني بس تصحيح للمعلومة. نعم. ثم التحديات الداخلية حقيقة يعني لا تنعكس على ملف سد النهضة، لأنه هنالك نعم العديد من الخلافات والعديد من التحديات الداخلية المتمثلة في صراعات مختلفة داخل البلاد، ولكن على الرغم من ذلك الأثيوبيين يتفقون في ملف سد النهضة كأنه ملف قومي وليس يعني ملف يدفع الحكومة محددة. خير دليل على ذلك التحديات التي واجهت الحكومات الثلاثة المتعاقبة آخرها أبي أحمد، كانت هناك تحديات في العام 2015 إلى 2017 لرئيس الوزراء هيلا مريم دسالي، هذه التحديات والثورات التي أدت لأن يستقيل عن الحكومة. وأنا حسب وجهة نظري إذا كان يمكن الاستفادة من ملف سد النهضة كورقة سياسية كان يمكن أن تستخدم في تلك اللحظة أو في تلك الفترة، ويمكن كان الخروج من المأزق السياسي الذي تعرض له رئيس الوزراء هيلا مريم، وبذلك كان يمكن أن تكون ملف سد النهضة ورقة سياسية ناجحة يلتف حولها الأثيوبيين متى ما شاءت الحكومات، ويختلف الأثيوبيين حولها أيضا مهما استقر الوضع. ولكن هنا الاختلاف حول سد النهضة داخليا حقيقة يعني مهما تغير الوضع ومهما تغيرت الحكومات، لأن الشعب يعتقد أن المشروع هو مشروع شعبي، والآن نواكب ثلاثة حكومات ظلت يعني تشاهد هذا الملف خلال الأعوام العشرة الماضية، وربما قد نشاهد حكومة أخرى عقب نتيجة الانتخابات، أو قد تكون حكومة أبي أحمد هي التي ستواصل، ولكن لن لا أعتقد أن ملف سد النهضة يمكن استخدامه داخليا كورقة سياسية. ولكن أستاذ أنور ألا تعتقد أن هناك أطراف لها حقوق حقيقية بمقتضى اتفاقيات دولية سابقة ومن بينها مصر والسودان؟ نعم، أولا أنا حقيقة يعني أحلل لك هذا الملف كمتابع له منذ أن اندلعت الخلافات على الأفق في ملف سد النهضة، خاصة منذ العام 2011. الداخل الأثيوبي يعني حقيقة يعني أخي الكريم يعني هم يعترضون على ما يسمى ببعض النقاط والاتفاقيات التاريخية التي حقيقة تعتبر أثيوبيا يمكن كانت بعيدة عنها في تلك الفترة، وخاصة التحديات التي كانت تواجه أثيوبيا في العام منذ العام 1902 وحافظوا 1902 وحتى العام 1974 كانت البلاد تشهد تحديات مختلفة مما جعل أثيوبيا بعيدة عن المشهد السياسي في والحراك السياسي في هذه المنطقة. ولكن أيضا هذا يعني أن السودان من حقه أيضا أن يعترض على اتفاقية 1902 التي بمقتضاها تم يعني السيطرة على بني شنقول. هي ليست سيطرة على حقيقة ملف بني شنقول، إن لم ندمجه في هذا الملف ويحتاج لحد بحد ذاته وقت آخر، لأن الملف شائك جدا. 1902 هي اتفاقيات متعددة جدا، اتفاقيات كانت بموجب اتفاقيات، وحتى الجانب السوداني أحيانا هنالك بعض النقاط التي نتناساها فيما يخص بني شنقول، وحتى المسمى يعني ألا يعد ذلك كيل ألا يعد ذلك نعم. كيل بمكيالين يا أستاذ أنور؟ وأنا قلت لك أخي الكريم أنا إذا أردت أن أتحدث عن بني شنقول لن تكفينا هذه الحلقة. على أي حال إحنا يعني نلتقي معك مرة أخرى بإذن الله. نعم. شكرا جزيلا لك.